أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي في غزة جريمة حرب وإبادة. وفي تصريحات للتلفزيون المصري أوضح الهباش أن الدور المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تاريخي وهو محل تقدير كبير. هذه دولة قامت على الأكاذيب ولا تزال تمارس الأكاذيب، ولكن أنا بودي هنا أن أؤكد على أنه هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي ولا على الرأي العام الدولي، وهي لا تنطلي أصلا على الشعب الفلسطيني. هم يلقون باللائمة على مصر في حصار قطاع غزة، هذه الحقيقة نحن نعرفها كفلسطينيين، نعرف بالضبط من الذي يحاصر قطاع غزة. تأكيد ليست مصر وليست أي دولة عربية، وإنما دولة الاحتلال. مصر قامت وتقوم بما عليها، تقدم ما تستطيع من تسهيلات ومن مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تقوم بدورها القومي ودورها الوطني ودورها الأخلاقي ودورها الإنساني، ولكن كونوا مطمئنين، الشعب الفلسطيني يعرف بالضبط من يحاصره ويعرف دور مصر ويقدر دور مصر ويقدر دور كل دولة تقف مع حقوق الشعب الفلسطيني.